معنا من واشنطن كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية ماثيو برودسكي. أهلا وسهلا بك ماثيو. لم تبقى وسيلة إعلام لم تسرب الخطة الأمريكية البريطانية أو التهديدات الأمريكية البريطانية لضرب مواقع للحوثيين، وكأنه تحذير مسبق. الآن على ماذا يدل ذلك؟ نحن حسب هذه التسريبات أمام ساعات أيام قليلة لتوجيه هذه الضربة. هل تتوقع أنها ضربة قوية حقيقية أم أنها أيضا ضربة عسكرية لكن تحذيرية؟ هذا هو السؤال الأمثل والنقطة الأبرز اليوم. إذا أردنا أن نجعل هذا مفاجأة سيكون الأمر مختلفا، وفعلت أمريكا هذا مسبقا. إدارة ترامب عندما ردت على الأسد في سوريا، وذلك بعد أن كان هناك استخدام للكيماوي، كان هناك حديثا طويلا، وعندما نفذت الضربة لم تؤتي ذلك المفعول الكبير. الآن نقول لبريطانيا وأمريكا من الجيد أن تحقق هذه الضربة المتوقعة شيئا، وتصعب على الحوثيين أن يستهدفوا السفن التجارية سواء باستخدام صواريخهم أو زوارقهم. لكننا نعرف أن اليمن يحرك هذه الأسلحة مسبقا استعدادا لهذه الضربة المتوقعة. أرى أنه للأسف الشديد الذي سنراه هو ضربة تهدف توجيه رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لكنها لن تحقق الكثير. ومرة أخرى، إذا كانت أمريكا تريد أن تفعل شيئا يؤثر على الحوثيين، كان يجب أن تفعل ذلك ضد إيران، لأن النظام الإيراني هو الذي يملي على الحوثيين ما يفعلونه في البحر الأحمر. طيب هنا كيف تفسر الاتهامات المباشرة من وزير الدفاع البريطاني لإيران، في المقابل الضربات العسكرية هي للحوثيين؟ يعني لا توجد أي خطوات عملية لردع إيران، بل أن إيران يعني اليوم احتجزت ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان يعني بهذا الشكل الواضح، والاتهامات لإيران، لكن يعني العمل يكون ضد الحوثيين. هل تتوقع أنه يعني أي ضربة عسكرية للحوثيين ستحمل تهديدا ورسالة عسكرية لإيران بأنه ربما تكونين أنت التالية في إذا استمر الموضوع على هذا المنوال؟ أمل ذلك، لأنه إذا أردنا أن نرى تغيرا في السلوك يجب أن نغير سلوك إيران والنظام الإيراني. إيران لا تقدم أي تضحية للفلسطينيين ولا لليمنيين، هي فقط تحارب بالوكلاء، والوكلاء هم حزب الله في لبنان وآخرون، لكنها لا تريد أن تقدم أي تضحية. ليست القوات، هي القوات الإيرانية هي التي تنفذ هذه الهجمات، وهي ليست تلك التي تكون في الخطوط الأمامية. عندما تقرر الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ هجمات بالمئات، فهذا أمر لن تستشعره إيران، وأنا أتحدث هنا عن النظام الإيراني. لذلك ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوك إيران، عليها أن تفعل شيئا يؤثر فعلا على إيران. أما قتل مجموعة من المتمردين الحوثيين فإيران لا تأبه بذلك، فهناك مئات من عناصر حزب الله قتلوا في جنوب لبنان، وذلك في ضربات إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وإيران لا يرف لها جفن على مقتلهم. والكثيرون يقولون إن الفلسطينيين الذين قتلوا كثيرون في غزة
غزة بسبب حماس، وإيران كذلك لا يهمها هذا العدد الكبير من القتلى. لهذا هذا ما تفعله إيران، هي تريد ألا يتوسع النزاع، لكن لا تدرك أن هذا النزاع توسع مسبقا. فإيران هي في حرب غير مباشرة عبر وكلائها. طيب ماثيو، هنا سؤال أيضا. إدارة بايدن عندما رفعت الحوثيين عن قوائم الإرهاب، أيضا السياسة البريطانية معروف، هناك رهان على أن يلعب الحوثيون دورا مهما أو جزءا من الحكم والسياسة في اليمن. لذلك كان حتى التصريحات الأمريكية، يعني تحذيراتها كانت بهذا الإطار، أنه على الحوثيين أن يعني يحددوا الموقف هنا. وبالتالي هل تتوقع أنه مثل هكذا ضربة عسكرية إن حصلت ستغير وجهة نظر الإدارة الأمريكية لدور الحوثيين السياسي مستقبلا، أم أنها مجرد تحذيرات ويعني لردع الحوثيين لكن لن يغير هذا الخطط السياسية الأمريكية والبريطانية لمستقبلهم السياسي في اليمن؟ أعتقد أن لا شيء سيتغير، وهذا يعود إلى أن إدارة بايدن هي استمرارية لسياسة أوباما، وهي قائمة على ذلك الاعتقاد الذي يفيد أنه بالملايين من الدولارات ورفع العقوبات عن النظام الإيراني هذا سيدفعهم إلى حسن التصرف، وبعد ذلك سيكون هناك قيود مؤقتة على البرنامج النووي وستسير الأمور على ما يرام. المشكلة هي أننا لم نعد في 2015، والذي صمم تلك السياسة في ذلك الوقت مختلف عن من هم حاليا في السلطة، والظروف مختلفة. وإذا كان هناك رهان على تغير الحوثيين فهذا رهان خاطئ. إدارة بايدن عليها أن تدرك وتقر بأن تلك السياسة لأوباما كانت خاطئة، وكذلك رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب كان قرارا خاطئا. كان يجب مراجعة السياسة مع إيران، وكل هذا هو أمر التزم بفعله عندما جاء بايدن إلى السلطة، ولكن تبين أن الأمر مجرد استمرارية لعقيدة أوباما، وذلك من منطلق أنهم يمكن أن يضغطوا على النظام الإيراني ليتصرف كحليف، ولم يصدر أي شيء يثبت ذلك أو أن هذا ممكن. طيب الآن فيما يتعلق بهذا التحالف الذي يعني سيقوم بهذه العملية، وعلى الخصوص بريطانيا وأمريكا، هل تعتقد بأنه هذا سيعطي للحوثيين حجما عسكريا أكبر من حجمهم؟ لأنه بعض الآراء الأمريكية تقول أنه أمريكا تتجنب الدخول والانجرار في أي عملية عسكرية مع الحوثيين حتى لا تعطيهم حجما أكبر من يعني حجمهم في ما يحدث في المنطقة وكأنهم شركاء فيها. ما رأيك هنا؟ هل لو تمت هذه الضربات هذا سيظهر أو سيستخدمها الحوثيون كبروباغندا للقول بأنهم هم شركاء فيما يحدث في المنطقة ويستطيعون حتى جر أمريكا إلى الحرب؟ نعم، هذا صحيح، ما قلته صحيح تماما. هذا سيكون جيدا للحوثيين على مستوى تجنيد مقاتلين أكثر، وهذا سيفيد النظام الإيراني. الذي يجب أن يحدث هو إشعار النظام الإيراني بالضرر وإيلامه. أنا لا أقول إنه يجب استهداف الحوثيين و الإرهابيين، وإنما أقول إن الحوثيين هم قوة عسكرية لا قيمة لها عندما نقارنها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا يجب أن تعرف كيف تحسم الأمر معهم. لكن إدارة بايدن سجينت خيالها في الشرق الأوسط، هي لديها بعض الخيالات التي ليس لها علاقة بالواقع. كذلك إذا نظرنا إلى هذا التحالف الدولي،
نحن بمجرد إعلان هذا التحالف أعطيناهم حجما أكبر عبر تكوين وإنشاء هذا التحالف، في حين أن أمريكا كان يمكن أن تطلق صواريخ معدودة وتحسم الأمر دون تأسيس تحالف دولي، وإيران كانت معزولة ولا تأبه إذا كان هناك مجموعة من 20 أو 22 دولة ترسل شيئا إلى اليمن، لا يهمها هذا. ولذلك هذا كله يعود إلى خيالات إدارة بايدن للأسف الشديد، ولذلك لا أعتقد أن سياسته ستنجح. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية ماثيو برودسكي.